بنوی خدای مزن و دلوان خوش خبره عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جره قدیر و خیره خانش برنامه را برنامه بریکان جان خاندن قرآن پیروز یا خودی دقش کش کرن سر کنال خبیر ات هفکاری ات گل دزگه قلم نیده کلین ات قرآن دعاش رب العالمین ات کن رب العالمین قرآن بکتن بهار دلت ما هر و صدا خوزه سر کفتن بو همین بجده بوید عزیز ات کن اتقال لجنة هفكارة من مو مستمنتها هروسا مو مستم حمد هروسا سر برشتي كاري مو مستفى دين اتخزمات اوات عزيز ده ان شاء الله بي خوش حالي ماكي بجن و بخوش حالي فاجي ما قالك باش دار بويت هين الدهوكي باش دارنا القلمة هروسا البر درش والآكري هروسا الزخوكا دلالجي جباركي مي ادامي بنارت عزيز ام ديب پریز و بیشتر بچه در بی ای کی بلا کردم کتن کردم که برم سلام علیکم خب دنیاسیم برای عزیز آرام عصمت اسماعیل دوک بله گله خیراتی برای آرام بله خیران داری خوش دارست دمايكا آل عمران آية 108 لا برا 75 كرم كرم في قناقه ده مخيار من كيف بقول قناقه ده عندي بوها بجي درس بلي كما دس بيكي وقلت بي بس نكي عندك قولي نبي بس افضل دارين جديد احتمالا قولي نبي ولا لقد بين مخيار بس يعني حفر اذا حطت دها هين بقول نزيد ترناش بالوقتي كرم كرم مش يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. الله ما شاء الله بارك الله فيك. برای عزیز من چه آریشت گل دنگینه دنگ یعنی گله گله چیسته که جوان راستی در پیش کشکی صحتت آخوش خودت آلا خیرت آلا مازن که تو بکیت زیده بگید انشاءالله و تو بوی دنگی ختمه که انشاءالله پی ختم بکن بعد پیچه کنده که آدیا ما یه تجوید احکام چیکه اینده جا دنگ خواشی تبوی تنوی کارتی کری نویجال هندک احکامات کد وکی صفات آدی یعنی وکی اگه تا گلک ادا آکد جوان یعنی همیت شد اگر این جوانی صحت تا خواست خود خیر تا مازن کتی انشالله خود توفیق و تبدیت بارک الله فیک ماشاءالله بله برف پشک داره دوی ودی چین دت علا خیر تا مازن کت کاک آرام بله پشک داره دوی و علیکم السلام و رحمت الله تگل خیراتی نویتا محمد عبدالعزیز مصلح محمد عبدالعزيز عبدالعزيز تشكي بعد محمد عبدالعزيز دوكي بارك الله فيك تقول لك دافكيت خويا كي سيدو ايتها سيدو ملات سيدو ملات ملات صلاة بدنا ابويا هنا دي كلام كدي بما كيف اخويا محمد صفحة 206 206 ايات 42 206 ايات 42 دي كلام كا بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا
تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم جوري باري تو بتشي يعني بخده هم دجره هم دكتين مو مستوى يعني هم نظام دي تشاو ما لازم ده بمن يد اكين ده بمن يد اوي هم نظام دي تشاو يعني اكيد بيجم بفوفير اكين هل بجي ما شاء الله بدانك تهت محمد تو هندا جانوي جي المال الجامعة كي العرض كي تو البريكا جماعة اكيد كي بلي استرايحة بريكا تو الجامعة كي بلي صحت اتخاش ما شاء الله مستقبل ان شاء الله تمام دي بيجي نيارا بيت اجري وانا بدي تشكي ما عندك يا صايد هاي كاي محمد يعني بو كاكي بت اول وثاني وثالث ما ين همي اولا بس عندك يا صايد مجبوري ما يتنم شلون يا صايد ادر كوين يعني بوينتا درجه كي دو اي بشك بيش هيك هاك هم حقا همي هين ببنيت اول هين دي بشك دوريت يا براستي بلا إن أجري إلا على الله ما شاء الله كانم كتو جاهز بس ما يتوصل ديار ببن جل يوشا بله بلا بجدار بو أكيد يتري كرم بكت ما شاء الله الحمد لله والله بكيف أريد أن سيدو جلك يتوصل يعني ما في مدى هبن الحمد لله گله کی خیراته سرچاوا گله خیراته علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گله خیراته سرچاوا بله بله خود دنیاسین اینا بده خیر شکری سعدی بله شکری تو گله گله کی خیراته شکری شکری تو دی کی در خوینه شکری دست بگی سری صفحه 408 بله 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 سوال فصیله بله پریز و کرم بگه که شکری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. تاخا شکری هر هر هاتناته بو ویره و بو خواندن قران سر کفتنه نه بس بوته یعنی پراستی ان هاتت کینا چافلیکر و قدوه بو اوان دیگه برا خود نده تو گله گله که بخیر هاته سر جواب هاته شرمش خودی میگه اره والله بله بینران و گشت دمینین گل بشدار بو اگیدی وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير هات برا. خاب داني ياسين برا. حسين زوجو. محمد أمين. حسين. خير هات محمد. تدبوا ما كيس سورة. سورة الإسراء. لا بري. تصدوا هاش تبسي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. بارك كرم جبر. كرم جبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا محمد امین بوته آرامی جی دیست و دیجی من چه آریشان گل دنگی نیدن گله گله خوش صحت و خوش ماشاءالله بس اگه من گودی هنده هندی شادی دنگی و خوش بزن کارتی گیرین احکام ها نکن حکم ماشاءالله احکام جی گله باشن جی خدا نه بس مروی هاشن ده دنگی مروی گنجد او خوش گل احکام ها یعنی که بجن سرپیچی احکام ها نکن ماشاءالله دنگی یعنی خدمه گیر دنگی خواست جنبی که پانه یا با احکامت خواهش باشتر ماشاءالله. سنتی بیب. گلاب خیره. گلاب خیره. برف بچه دار بو اکیدی و انشاءالله ملا برای زب کردم که دم. خدا تعالی برکت بی خدا وان دنگی تند خوش تی. انشاءالله. علیکم السلام. علیکم السلام. رحمت الله و برکات. تو گلاب خیره دی برای. خب دنیا سین. نو به من عمار فرمان. عمار توش کیه گلمی؟ تلک بری. سورة العنكبوت آية 19 لا پرا صفحة 398 اما تو المال دي بخوا خوينه تنال تلوزوني وكا تنال بر كاميري بالفعل اصلا اما تو الجي هاي كي ودو دنگ خوا برده افسنين امون يا الله كرم كرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار
في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. وكي معلوم سيدي فوق الجيزان تعالى زيد دزقي قلم بارك الله فيك على بركة بيخدن جيتاو خاندنا تا ما شاء الله جل بخيرات سر شو بله دمين انجل بجدار بيا كي ديتري بلا كرم بكت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته گل بخیر هاتی سر شبا نوید بخیر شبان رشید شبان رشید بله شبان تو شکیری هاتی جدوک تو گل بخیر هاتی سر شبا بله شبان دی کی صورتی خوینه و لاپرا چند؟ لاپرا 464 464 صورت زوما بله بله آیت 53 قل یا عیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم. شو ما قام بيه؟ أنا عبد الله شو يوسف عبد الله خير هذا عبد الله سرجوا عبد الله تشكيلة قال ما بشيك داري قال أنا زوق سك قال بخير هذا سرجوا عبد الله عبد الله بردام قال ما موفق بإن شاء الله موفق به إن شاء الله إن شاء الله تدو ما كيس صورة خوني صورة الرحمن صورة الرحمن بله بله كلام كده اسمه دسته يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يوم
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم خذ النمونة وكيتنا في مجتمعي دا زيدك إن شاء الله رب العالمين تبكي النمونة بهمي كسابت و دنیایت بین روناهی اگه واضح همی وکیتا دست ببکن قرآنش بر بکن چافت خارون بکن روناهی قرآن رب العالمین تفیقات بدد ایشالله برای عبدالله شکنگی برای تا دست قرآنی که روش برکرنه و برای عبدالله لحیمش به چکایت خواهی دست وفیدیه بله خیلی من 2014 بی بله تانو کس بردام بله خود تفیقات بدد ایشالله چندش برکره عبدالله مش ده جزای بروندی الحمدلله ده جزا ما ولدت چند عبدالله 2001 سید 2001 ماشاءالله همه چی مقام بیت بیت خواند اوه عجم بس عراق بجنه جهارگا درست سعادت خوش خوش عید ورم زیارت ما بنا راز مزگرت اگه خوین مش خاطب در عبدالله گلا بر عبدالله دیار خیرات سر تو برفتش در بو کی دی وبچین ان شاء الله لا برز بكرم كتم وعليكم السلام عليكم السلام الله وبركاته قد دنيا سندرا عبد الباسط توفيق سورة بقرة صفحة دموهية بل صفحة شلونة كرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عبد الباسط بارکانی دیب بجداری نگر نه؟ بله از یه بجدار بیم یا دوزار و چوزده بی پوزده بی بله بس یه برگیره نه؟ جیده چنده؟ چهارده سال برای پوزده ماشاءالله انشاءالله ایش هیکاته خود حس کدن فرصت دنگ داده هکر دگه نی جان خان موفق بی انشاءالله خودش تراز بست گلا بخیر خیر خیر سر جواب بله برای پشک داره گی دی؟ دی الله پشک داری دی بر هوا حاضره و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا سر جواب گل اب خیره ده. صورت نویتا اول نویتا نوی خوب ایش بود. چرا گیا؟ چه کم لازم؟ دلشاد حسنی. بله. زخو. دلشاد حسنی. گل اب خیره برای عزیز. استرانزیم. اه دکی و خونه؟ صورت فصیلت. صورت فصیلت. آیا توسعه لپارا چهارصد و هشتی؟ بله. یا الله و یا خدا. کرم گه دست میگه. إن الذين قالوا بل كذب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم جزاك الله خيرا سعادة خوش إن شاء الله بچای ارتباط بوده چی میگه تا گلا گلا جنگ اینه سعادت خوش بله بارک الله فی بله تا الله شاد ما زیگ میشه الله دوگی تا نفر نداره سعادت خوش موافق دنگ خوش ادا اکن گلا گلا جوامی بچای ارتباط کتی دا اگر راستی تا گلا ادا موافق بی بله بینرد خوش تی راست او خا هات پیش کش کردن ابری کانا جوان خواندن قرآن سر کانال خبیر دخواست رب العالمینی کین رب العالمینی بکت جه خیر و برکت و باشی با ما و ملت ما و با همی کسا هیویش همی دی بابت که اینجا را کدیتره اف دنگی تنده ات خوش و گلی بین این همی هول بدن محاوله بکن تایبتید اوی رمضان دا ایال خوافیر بکن و بروانا بدن خواندن قرآنه هندی که خواندن قرآنه او که خود تعالی اف قرآنه ها پاراستی او ای کشوان رکانه ها بورکه ها قرآن تیده پاراستن هیویش رب العالمینی دکین رب العالمینی بردوامیه بدت ما ام هر بمینین سر ورکی حتی جارا قدی ام گهین ای بمینین جیر چر دیر یا خدای مازنو ما ببهر نکن اجدا آیت خواه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته